هناك فرق بين ثورة الإمام الخميني التي استوفت وتوفرت على جميع الخصائص، سواء كان الخصائص الفلسفية أو الخصائص الأكاديمية أو السند الشعبي. هناك فرق كبير جدا بين هذه الثورة وبينما يتسامح بإطلاق صفة الثورة عليه. أغلب ما ذكرت جنابك هو انقلابات إن تدبر في ليل، وانقلابات إما عسكرية أو حركات معينة مناهضة للحكم تستند إلى هذه القوة أو تلك القوة ممن كانت تحكم العالم، يعني إما للغرب أو للشرق عموما. ولا نريد أن نبخس بقية الثورات والحركات. ثورة الإمام الخميني، وهو فعلا من الصعب جدا أن تفكك بين الإمام الخميني وثورته، هناك تلازم كبير جدا ما بين شخصية الإمام ونتاج الإمام العظيم، وكما يقال في الأثر من أن قيمة كل امرئ ما يحسنه. لذلك عندما تذكر الإمام الخميني تضطر بشكل وبآخر تذكر هذه النهضة، هي حقيقة ثورة ونهضة فلسفية اجتماعية ثقافية أدبية عسكرية سياسية. المهم أن هذه الثورة توفرت على خصائص، أولا الشعبية، أنها استندت إلى الشعب، تحركت بواعز من الشعب، من ضمير الشعب. الأمر الثاني أنها كانت شمولية، يعني هي لم تغير النظام، شكل النظام فقط، وإنما غيرت الثقافة، غيرت موقعية الجمهورية الإسلامية، أيضا غيرت منهجية التفكير، غيرت الشعور بالعزة والكرامة. هذه الشمولية في هذه الثورة هذا العنصر الثاني، إذن شعبية وأيضا شمولية. وفيها البعد القيادي، كثير من الثورات ما كانت صحيح، يعني احنا ميرابو لربما كان خطيب للثورة الفرنسية، لكن ما كان لا ميرابو ولا حتى مثلا جيفارا ولا كان مثلا كاسترو ولا غيره كان يتمتع بالبعد القيادي اللي تمتعت به أو تمتع به الإمام الراحل.